معنا ضيف كريم، الأستاذ دكتور محمد مصطفى عامر، مدير إدارة التدريب بشركة الشعلة والخبير والاستشاري المالي. نرحب بك ونقول لك صباح الخيرات دكتور محمد. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، وأهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، فيما يخص عن هذه الدورة، دورة الماجستير المصغر في إدارة الأعمال، حدثنا عن هذه الدورة ولو بإيجاز. تحت أمر حضرتك. الماجستير المصغر لإدارة الأعمال MBA هو أحد الشهادات المهنية. الشهادات المهنية معنية دايما برفع الكفاءة للإدارات المتوسطة للترقي للإدارات العليا. الشهادات المهنية معنية دايما بإضافة الاحترافية على أداء الموظف أو على أداء صاحب المشروع، على أداء كل الشرائح. هي الشهادات المهنية في مجملها بتعني برفع الكفاءة، الكفاءة الإدارية، الكفاءة الفنية، الكفاءة المهنية، عشان كده بنقول عليها الشهادات المهنية. فهي بتعمل دعم لكل مناحي العلم بالنسبة للمتدرب، فده بما يخص إدارة الأعمال. هذه داخل المؤسسة. إيه تكلفتها التاريخية؟ تكلفة اقتناء الأصل بالنسبة لي هي 12,000. تمام؟ خلاص، كانت السيارة غليت، السيارة رخصت، أنا ماليش دعوة، ما بشتغلش على القيمة العادلة بقى، أنا بشتغل على التكلفة التاريخية، اللي حدث بعد ما حصل بالفعل. تكلفة اقتناء، اثناء التصرف سواء اصول سواء مصروفات او اي حاجه، وهنخش مع بعض في تفاصيل الكلام ده بعدين نشوف يعني ايه الكلام ده كله. تمام؟ التكلفه التاريخيه من المبادئ المهمه عندي قوي بالنسبه لي يا جماعه. مبدا ايه بيقول ايه؟ مبدا المقابله. خلاص الله ينور عليك. مبدا المقابله، مبدا المقابله ده اللي هو يعني ايه؟ مقابله الايرادات والمصروفات. الرقابه دي شيء مهم جدا في حياتنا كلها. وانا بعمل المشروع أنا محتاج للرقابة، محتاج للرقابة، ضروري يبقى عندي رقابة علشان أبقى عارف إن أنا ماشي في الطريق بتاعي، مفيش اختراق سواء مقصود أو غير مقصود. يعني هي الرقابة مش عشان أمسك حرامي، لا، الرقابة عشان حتى لو خطأ مش مقصود أعرف أقومه. يعني من كلمة الرقابة ساعات بتضايق الناس، تقول لك إحنا ما عندناش حرامية، لا عم أنا ما كلمتش ستة حرامية والله. هي الفكرة، فكرة الرقابة إيه؟ إن أنا لما بحط خطة وليا أهداف يبقى لازم اعمل رقابه عشان اضمن ان انا احقق الاهداف دي كلها. لا يشترط في المستفيدات منها الا امتلاكهن الرغبه القويه في انشاء مشروع والتقيد التام بالحضور واستكمال برنامج الدوره. المشروع مشروع قومي للمراه الليبيه، تمكين المراه الليبيه اقتصاديا، وانا معني بالجزء الخاص بالمحاسبه والاقتصاد. لمن الموضوع ده من اهميه في حياه المراه الليبيه؟ لان المشروع قائم اساسا للنهوض المراه الليبيه، وبيفيد المراه الليبيه لو بدات تخش في المجال ان يبقى لها البيزنس الخاص بتاعها، ان يبقى عندها الخلفيه الجيده انها تحافظ على راس المال سواء هو ملك او اقتراض، انها تقدر تكون به مشروع ناجح. برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية سيكلل بتنظيم مسابقة لأفضل خطة عمل تشارك فيها المستفيدات من هذه الدورة. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل واحد باسمه بشري على إيد كل واحد بحضراتكم، زمايلي الجداد وزمايلتي الجداد، اهلي اصحابي حبايبي، انتوا اهلي بجد. انا بستفيد استمتاعيتي من وجودي في السؤال.